حضرتك أول الجمهورية في زراعة القمح في 2023. السنة دي حضرتك حققت 28 أردب في الفدان الواحد. راجل مجرم بزراعة الأصناف الجديدة، مجرم بطرق زراعة جديدة، ما تعلمنا، خلينا زيك نجيب ازاي 28 أردب دول، قول لنا. ان احنا بنزرع تبع الارشاد الزراعي، والارشاد الزراعي بيكلفنا الدكاتره ان احنا نزرع على طريقه المصاطب، وطريقه المصاطب دي بتدينا اعلى انتاجيه لان النبات فيها بتهوى وبيجيب اعلى محصول، وبنزرع عن طريقه العلم وبنختار الاصناف الصح. عايز اعرف بقى بدات ازاي، جهزت ازاي الارض، اشتريت التقوي منين، احكي لنا المشوار. التقوي موجوده في الجمعيه. بتستعد من امتى للقمح؟ انا بستعد للارض من بعد تقطيع الذره. من بعد تقطيع الذره اللي انت عملت يعني فيه 6 طن وزياده. عملت 6 طن عشان الناس تقول لك بيجيب 3.5 و3 طن. لا يا باشا، جايبين 6 طن برضه بالمصاطب. على طريقه المصاطب يعني برضو. الجذور اللي هنا دي اللي هي بواقي الذره دي كان فيها كم كوز في السكر؟ 3 كيزان. طب ما تدينا بقى الصح دي، ادينا تفاصيل، بتعمل ايه بالنسبه للغله؟ من بدايتها بقى اتكلم على القمح اللي انا السنه اللي فاتت حققت فيه 28 اردب. بالنسبه لزرع المصاطب السنه دي بتخطط لايه؟ انا بحلم ان انا اجيب ال 30 اردب، لان كان انا عندي خطئين السنه اللي فاتت عايز اتلاشاهم. ايه الخطئين؟ اللي هو عدم الريه الاخيره. قبل كام يوم من الحصاد؟ قبل 20 يوم. قبل 20 يوم من الحصاد؟ قبل 20 يوم. وليه تجاهلتها؟ عدتني فعلا. دي كانت هتجيب معي حوالي اردب بزياده. الخطأ الثاني ان انا حصدت اثناء ارتفاع درجه الحراره، فرط مني غله كتير. طب وسبتك ليه؟ انا كان المفروض احصد المفروض احصد من الفجر لغايه اذان الظهر. انت حصدت امتى؟ انا حصدت من الظهر لغايه المغرب. بداتها من امتى طريقه المصاطب؟ بداتها المصاطب اللي احنا شايفينها دي. انا شغال بقالي 10 سنين مع الارشاد الزراعي. 10 سنين مصاطب؟ لان انا كنت بزرع تخضير الاول وبزرع مسطح، مش كان بيديني انتاجيه. كان بتوصل لكام بقى الانتاجيه عندك؟ ما كانتش بتجيب 19. خليني اقول لك حاجه، ما كانتش بتجيب 19. متوسط الاراضي في مصر كلها 18 يا محمد بيه، 19 20 بالكثير. والفلاح يبوس ايده وشه وظهر. انا بزرع الفدان القمح ب 45 كيلو وزرعته ب 35 كيلو وزرعته ب 30 كيلو. بجيب كيماوي وبحطه على التقاوي وبخلي البنات اللي بزرعه عشان ازرع حبتين. هنا في اخطاء كتير، ان انت تزرع الفدان ب 80 كيلو وب 60 كيلو وب 70 كيلو، فالغله تبقى تجيله في الارض ما بتجيبش انتاجيه، مش متهويه. لا مش متهويه. امال انا زرع هنا على طريق المصاطب ليه؟ طبعا المصاطب موجوده، هي المصاطب موجوده هي باينه طبعا، في تهويه جامده. قلب الارض زي دوائر الارض. الحاجه الثانيه ان انا الفدان معمول له 3 شكير كيماوي، لوريا يا 5 نترات. 3 يوريا يا 3 لوريا يا 5 نترات. نترات غيري بحط اكتر. طب مده الكيماوي قدين في الزرع؟ ما بحطهاش قبل 21 يوم لغايه 45 يوم، يعني بعد، يعني الدكتوره منال قالت لي بعد ال 45 يوم ما تحطش، اخرك 40 يوم، افترضنا اتاخرت في الميه يبقى 5 ايام. انت عديت هنا ال 21 يوم ولا لسه؟ انا لسه. القمح الحقل اللي النحيدي ده دي بكره له 21 يوم، هيشرب بكره ان شاء الله، اللي هو الفدان ده هيبدا بكره 21 يوم. هينحط له جرعه اولانيه. ممكن اعمل حاجه بس معانا ارجع تاني؟ هينحط له جرعه اولانيه. سامحوني يا جماعه، لازم الراجل ده يتحضن. والله العظيم يتحضن ونرجع تاني. يا محمد بيه، لا والله تستاهل حضن، لان انت راجل فاهم انت بتعمل ايه. انا بحط الجرعه الاولانيه للفدان شكاره ونص، والجرعه الثانيه شكاره ونص. المزارع عدى ال 45 يوم ما يطش كيماوي ويسيب الزرع اصفر، ما يحطش خالص، لان هو هيعمل فيه ندوه، هيجيب له المن وهيجيب له الحشرات وهيجيب له حاجات كثيره. هنبدا نخش ثاني صناعه هنبدا نخش ثاني صناعه، كل حاجه ليها وقتها. هنبدا نخش ثاني ان احنا نعالج الحشائش. بتعمل معاها ايه؟ اسهل حاجه يا عيني، بنقول لكل مزارع مصري ما ترشش دواء الحشائش قبل 35 يوم، لان النبات ضعيف. لما تيجي ترش دواء الحشائش لابد ان انت تكون قبلها بخمس ايام ساقي، لسه مش وصلنا ل 40 يوم، ومدي جرعه الكيماوي والنبات عدى عليه 5-6 ايام، يعني شدد حيله النبات. أيوة. قوي، انت جيت صدمته بالدواء، هو تغلب على الدواء وماتت الحشائش. المصادر دي بتعملها بجرارات؟ مش بعملها بجرارات. يعني عمليه سهله جدا. عمليه سهله جدا، ولما باجي ازرع عليها الدره ما بحرش الارض. والمسافات قد ايه بين كل حبه بتحطها؟ ما بتعديش 3 سنتي. 3 سنتي؟ لا انت يعني ده 3 سنتي ودي 3 سنتي وهكذا. بظبطها على كده 3 سنتي. تمام. واهم حاجه خفيه التجاوي. طب بتقول لي بحط حبتين؟ بحط حبتين اتنين عشان عمليه التفريع طبعا. وفي البل المفروض ان كل فدان وانت بتيجي تزرعه ان انت تجيب له صفيحه جاز سولار عشان تحمي الارض ديت من الحشرات اللي فيها، اللي فيها الفحار وفيها الدوده، عشان تطلع ال 35 كيلو عندك اسلام. نرجع ان احنا خلصنا الفترات دي كلها، بنخش على المغذيات. في اثناء التزهير وقبل التزهير ان انا اشوف المغذيات الصح ايه اللي هي هتقوي السبله، اللي هي هتقوي الغله، لان في اصناف بتزهر على 85 يوم
وفي اصناف بتزهر على 75 يوم وفي اصناف بتزهر ما بين الوسطين. خدت المخصبات وخدت كل حاجه وبدا النبات عندي طرح السنابل. في حشره اسمها حشره المن، سهله جدا، علبه دواء ب 50 جنيه بتقضي الفدان، بعمل 5 6 7 8 مواطير برش الحقل كله سواء في من او مش في من، انا طهرته مش كلفني 100 جنيه. لكن لو حشره المن كبست على الغله مش هتديني محصول خالص. يا ريت كل مزارع مصري يزرع زينا. الكميه الارض اللي حدانا يا محمد بيه هتصدر غله لبره لو زرعنا صح، لو التعب تبعنا الحقول الارشاديه. وكل فلاح مصري، كل مزارع مصري، كل واحد بحب مصر يزرع بهذا الطريقه هيصدر غله لبره. انت عندك كمان ثروه حيوانيه صح؟ نعم يا محمد. عمرك ممكن تفكر انك تدي غله بتاعت البشر للبقر؟ عمري ما دشيت الغله للمواشي يا محمد بيه، انا بوديها الشونه. ده اكل من ادمين طبعا يا محمد بيه. طب عايز اسالك سؤال تاني. فضل. انت عندك كام راس النهارده بتربيه؟ عندي 6. جبتهم هلابة. منين التمويل جالك منين؟ من البنك الزراعي. ان هو اشترى لك الروس صح كده؟ واداك كام على الراس عشان؟ 15000 جنيه عشان تغذي عشان صح كده؟ مكفيينك؟ مكفييني، مستريح جدا، ولقيت يعني احسن تسهيلات جبلتني في البنك الزراعي، وفي خلال اقل من 10 ايام كنت صارف حقيقي حقيقي، قابلت ناس كويسة والموضوع كان حلو وهستمر فيه إن شاء الله برضو على طول يعني.